كرباج ورا يا اسطى. يس يا اختي يس. ايه يام؟ احط كده اشوفك، ابص كده اشوفك، صبح وليل ومسا وكل الاوقات متوفره حضرتك. في ايه؟ لازقه انجليزي مالك يا بت؟ هتصاحبيني بالعافيه؟ ما يصحش يا ست صوت رحيمه. ايه هتعلميني العيب والغلط؟ لم نفسك يا بت، شوفي بتكلمي مين. انا المعلمه سطره العتره. ما ينفعش ياما نبقى سنفسو. اسالي السنجريه كلها، انا اصحابي على اعلى مستوى. يلا يا بنت روحي من هنا. انا عشان خاطر نصار مش هرد عليك. لا يا اخي ما تسيبي نصار في النص، ردي عليا وريني هتعملي ايه، ويكون في علمك بنتك لسانها طويل زيك بالظبط. انا مدياكي احسن بنت في الدنيا، زنت البنات ومتربيه احسن تربيه، ما تتقي الله فينا بقى يا شيخ. انا اتقي الله يا سحر. اوعي اوعي شويه. نعم يا اختي انت كمان، هاتي اللي في بطنك. ايه الافتراء اللي انت فيه ده؟ انت بتعملي كده ليه؟ انا مرات ابنك على فكره مش عدوتك. ده انا بعمل لك كل حاجه عشان ترضي وبرده ما بترضيش. انا بحب ابنك وشايلاه في عينيا، وهو كمان بيحبني. بدل ما تاخديني في حضنك عاملين عليا ربطيه كلكم. واستحملت وبستحمل وهستحمل اكتر من كده. بس الا امي، الا انك تيجي قدام امي، الا انك تمس شعره من امي، فاهمه؟ الا امي.